أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حصل جدل كثير في التوسعة الكبيرة التي تحصل في المسجد الحرام للمسعى، فما قولكم في ذلك؟ والله هذا ما هو بلما يسأل اللي يعملوا هذا العمل يسألهم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول وتوسعة المسجد، توسعة المسجد شيء طيب للناس، توسعة المسجد من الجهات التي تضيق للمصلين هذا لا بأس به، هذا طيب. نعم. أما إن كان قصدك غير هذا فأنا لا أعلم، اسأل المسؤولين. نعم.